هبت رياح شرقيه قويه اللي عاود شعل عاود انطلق لي دي فوا دي سون دي دوتر في الرواشيه اللي عاودنا السيد الوالي كان امر بتدخل جميع القطاعات المختصه في اطفاء الحريق، ورانا موجودين هنا في الميدان ومازال الحريق يعني مازال ما تحكمنا فيها يعني 100%، مازال فيه الاخر وفيه قدوم زوج هليكوبتر من الحمايه المدنيه اللي دخلوا ورام يزيدوا يدخلوا والهبوب الرياح هما اللي زادوا يعني زون اكسيليري الحريق هذا. كان وعلى بالكم الغطاء النباتي هنا موجود تاع صنوباريات، يعني الحريق اللي يكون هذوما يطرقوا يسوطوا على 50 متر 60 متر، يعني هنا الجماعه يطفي من وتعاود تشعل من. الو رانا نحاولوا مازال ما تحكمنا يعني في الحريق 100%، نتمنى ان شاء الله لا وفيه خسائر، سجلنا بعض الخسائر تاع المواطنين الساكنه هنا تاع الناس اللي تربي الدواجن النحل الاشجار المثمره، يعني فيه خسائر سجلناهم وان شاء الله راح نسجلوهم وان شاء الله يكون تعويض تاع هذوما. لحد الان رانا في واحد 45 هكتار ضر تاع صنوباريات وفيه يعني ديفرجي تاع المواطنين نضروا، وان شاء الله رانا هنا ونحصيوهم ان شاء الله ونقدموا يد المساعده.